ولكنه صغير. كنت أراها تجلس على كرسيها الصغير تتناول قطعة من البسكويت، ودمعة على وجنتها تسارع الخطى نحو فستانها الوردي، وكانت خصلة طويلة من شعرها الأشقر تلاعب وجهها الجميل، فترجعها بيدها نحو الخلف وهي تسترق النظر إلى وجه والدتها الغاضب. لم يكن يخفى على مثلي أن تناول الصغيرة للبسكويت وهي تلعب مثلا أو تركض في أنحاء المنزل هي فعلا مشكلة، وأن تنظيف ما ستنثره على السجاد أو الأرضيات ليس بالأمر السهل. ولكن تناول الصغيرة لطعامها ممزوجا بدموعها وحزنها لن يكون وجبة مثالية بالتأكيد، وبالتالي فإن معاملتها كطفلة لم تتجاوز العام الثالث أمر يحتاج قليلا من الحكمة والكثير من اللين. أذكر أن تلميذا كثير الشغب في حصتي وكان قد ألف الحائط وألفه اقترب مني يوما في الطريق مبتسما مسلما، لم يكن غضبي متواجدا بيننا وقتها، فرأيته على حقيقته، رأيته صغيرا دقيق الأطراف نحيل الجسم ضعيفا مسكينا محبا. كنت أحمل له بعدها قطع السكر فأجد تلميذا مطواعا محبا، وباتت نظرتي لكل التلاميذ مختلفة، رأيتهم صغارا حقا، ووجدتني بينهم لا تزعجني حركاتهم وتعليقاتهم، ولا أخفيكم باتت أيامي معهم أجمل. أما كان حريا بتلك الأم أن تحتال على طفلتها لتطعمها السرور مع قطعة البسكويت؟ أليس أمرا ضروريا أن ندرك جميعا كآباء أو معلمين أنهم ما زالوا صغارا، وأننا يجب أن نتعامل معهم من هذا المنطلق، وأن العطف والحنان والشفقة هي الأساس في قضية التربية؟